مرحبا طلاب، ان شاء الله كل بخير. وياكم ابو بكر. طبعا اعتذر عن الانقطاع، بس صارت فترة تقارير وهوسه شوية كوزات، فلحت قمت ما لحق. المهم اليوم نجي ناخذ مادة البروستو دينتك، يعني او ما نسميها البروس، يعني احنا نسميها البروس عندنا. شنو معنى البروستاتيك؟ شنو معنى هاي الكلمة؟ طبعا البروستاتيك هو دا يقول لك هو عبارة عن the art and science of supplied artificial replacement for missing part of the human body. يعني هو الفن، بشيء من الفن او العلم اللي يدرس لي التبديل، يعني البدائل الصناعية، الارتيفيشال ريبليسمنت، اي جزء مفقود بالجسم، يعني فد الجسم صار عندي فد لا سامح الله اكسيدنت، حادث، وفقد عندي جزء معين من الجسم، ف لما نسوي له بدائل صناعية، هذا كل العلم اللي يدرسه راح اسميه البروستاتيك. زين، نجي هسه على مصطلح ثاني، البروستو دينتيك او البروستاتيك دينتستري، يعني التعويضات ما تخص الدينتستري، يعني تخصنا احنا كاطباء اسنان. طبعا هو فرع، اكيد هو فرع من فروع البروستاتيك اللي يعني لطب الاسنان، اكيد اللي يتعامل لي مع استبدال الاسنان المفقودة. هنا بس راح يركز لي على الميسيسينج تيث اند اورال تيشو وانسجة الفم. راح يسمح لي انه يعني استعادة انسجة الفم والحفاظ على شكل الاورال والوظائف والمظهر كوظائف كمظهر بشكل صحي. لما نسوي تعويضة للاسنان، فدعني عندي سنة فقط اجي اسوي له تعويضة. هسه نجي ناخذ اقسام البروستاسيس. شنو معنى هاي الكلمة؟ اللي هي تعني التعويضات، البدائل الصناعية للأجزاء المفقودة، يعني التعويضة نفسها اللي استخدمها أسميها البروستاسيس. أما البروستودينتيك هذا هو علم كامل. هنا طبعا هذه بعض العينات، مثلا هنا عندي تعويضة للرجل، مثلا هاي للرجل، مثلا هذا للأسنان، هاي للإيد، هذا للفيس أو العين نفسها، هذه كلها أسميه البروستاتيك. بس للاسنان لما اختص بالاسنان لا، راح اسميه البروستودينتيك او البروستاتيك دينتستري. هنا عندي دينتال بروستاسيس، يعني هنا التعويضات يعني اللي استخدمها بالاسنان، مثلا عندي هذا اللي هو الكومبليت دينتشر، هذا عندك البراشير، وهاي الفينيرز. هسه نجي ناخذهن. نجي هسه على البرانش مال بروستودينتيك، يعني اكيد احنا كدينتست يهمنا هذا الفرع بس. عندي فروع لعلم البروستودينتيك. اول شيء، اول يعني فرع او اول مجال اللي هو الفيكست بروستودينتيك، يعني التعويضات السنيه الثابته، فيكست ثابته ما تتحرك، اخليها خلاص تثبت. عندي ثانيه ريموفابل بروستودينتيك، يعني المتحركه، يعني ممكن انزعها او اشكلها بكيفي. طبعا تشمل لي الكومبليت دينتشر بروستودنتيك، يعني الكومبليت دينتشر هو طقم كامل انه كل اسنان الفك الفم مفقوده، فكلها يعني فك الابر واللور، او البراشيال دينتر او الجزئي، فد يعني عندي فد كم سنه معينه همينه. هاي تقسيماتها طبعا للفيكست والريموفابل، تتقسم لي الى ممكن كومبليت دينتشر او براشيال دينتشر. عندي بعدين شيء اسمه امبلانت بروستودينتيك، يعني زراعة الأسنان، عنده شيء اسمه زراعة، يعني لما سنك يروح فد مرة لازم تضطر انه تسوي له امبلانت زراعة. وعندي الماكسولو فاشيال بروستودينتيك، هاي التعويضات في الماكسولو فاشيال تقريبا تدخل للمجال التجميلي اكثر شيء. هنا طبعا عندي لو تلاحظ هذا البراشيال، لو تلاحظ انه عندي فد كم سنة معينة مفقودة، مو كل الأسنان. هنا عندي كومبليت دينتشرز، يعني كل الفك، يعني الأبر واللور كله واقع. هنا عندي لا، مثلا ممكن عندي أبر أو لور، بس هنا أسوي له يعني إمبلانت زراعة. نكمل. نجي هنا هسه راح ناخذ فرع نعرفه شنو وشنو، يعني نشوف فد سلايد عليه نفتهم. هسه نجي أول شيء على الفيكست بروستودينتيك. تعني انه يعني تعني باستعادة الاسنان، يعني استعيد شكل الاسنان الصحي والشكل الصحي باستخدام ترميمات تكون ثابتة، يعني تكون ثابتة في 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 الماوث مال بيشنت ما تتغير. تتضمنني مثلا الكراونز اند البريدز اللي هي فيكس دينتشرز، بالاضافة الى الفينيرز القشور. هذه تكون ثابتة ما تتحرك، ما ممكن ان احركها، يعني ممكن انه لما اضوج منها انزعها وارد، لا خلاص هاي تثبت.
عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرس خالص. جاتك البلا في شكلك. مش تفسر انت بتقولي ايه؟ نجي هسه طلاب على الريموفابل دينتال بروستاسيس، يعني التعويضات السنيه المتحركه. زين، هاي بيها قسمين طبعا. هو كتعريف هي اي تعويضه سنيه تستبدل لكل يعني لسام اور ال تيث ان باراشال دينتال ارتش، يعني لبعض او كل الاسنان في الباراشال دينتال ارتش. يعني الدينتال ارتش هذا من اسميه باراشال، يعني فالتعويضه جزئيه بالارتش. يعني عندي فد كم سن معين، مثلا واحد او اثنين او ثلاثه مفقوده، فابدلهن اما اش كم واحد منهن او كلهن ابدلهن ذني المفقودات. فش راح اسمي هنا ريموفابل باراشال دينتال بروثيسز، يعني تعويضات سنيه هي باراشال، يعني جزئيه. قلنا مو كل الارتش، مو كل الارتش فاقد اسنانه، ممكن فاقد لثلاث اسنان مثلا. أنا أبدل هاي الثلاثة، أما أبدل واحد أو اثنين أو أبدلهن ثلاثتهن، فراح أسميه هذا باراشيال، بس هو ريموفابل دينتال بروستاسيس. أما إذا كان إيدينتشوال آرتش، يعني هذا الآرتش فاقد لكل الأسنان اللي بكلهن، فش راح أسميه ريموفابل كومبليت دينتال بروستاسيس. طبعا ظل ريموفابل يعني ممكن أشيله من أضوج منه وأرد راجعة عادي، يعني ممكن أحركه ماكو أي مشكلة بي. نستطيع استبدال او ازالة، يعني استبدال ابدله بين فترة وفترة، او اشيله من الفم لما نضوج من عنده. تمام، نجي هسه على الكومبليت دينتر اللي هي راح تكون ريموفابل دينتر بروستاسيس. هو كومبليت دينتر يعني طاقم كامل لكل الاسنان الفكين يعني العلوي والسفلي، بس ريموفابل اقدر احركه ماكو اي مشكلة. تعويضة سنية قابلة للازالة الذي يحل محل الاسنان بالكامل، وراح يرتبط لي مع منه مع structures of maxillary and mandibular، يعني راح يستند لي عليه، تصير مناطق ريليف إله. تمام، هذا هو الكومبليت دينتشرز، يعني فد كامل طقم سني كامل للبيشنت فاقد للأسنان العلوية والسفلية. نكمل. هسه الاوبجكتيفز اوف كومبليت دينتشر، شنو الغرض من الكومبليت دينتشر؟ انا ليش اصلا اخلي للكومبليت دينتشر او دخلي يعني للبيشنت خلي على ما هو. نجي نعرف الغرض من الكومبليت دينتشر شنو راح يسوي لي. اول شيء راح يحافظ لي على الانسجه المتبقيه في حاله صحيه جيده. طبعا انت لما تفقد اسنانك راح تظل اكيد راح تظل تاكل، فهذا الاكل راح ياثر على التشيو الباقي، يعني الأنسجة الباقية بالفم، فراح يعني لما نحط كومبليت دينتشر لا راح يظل محافظ عليها صحيا مدى ثلاثة. ثانيا راح استعيد الوظيفة مع الماستيكيشن المضغ، لأن انت لما تفقد أسنانك ما راح تقدر تأكل بصورة صحيحة، ما راح يصير عندك الماستيكيشن. بعدين استعادة الأبعاد بشكل صحيح وجمالي، أبعاد يعني الوجه، استعيد أبعاده، لأن احنا نعرف انه الأسنان هي من تقعد للوجه مثل ما نقول، لما تروح يعني راح يصير وجهك ما أعرف شلون. تصحيح مخارج الحروف أيضا، يعني أكيد لما الأسنان إلها علاقة كلش كبيرة بمخارج الحروف، حتى حكي ما تعرف تحكي إذا فقدت الأسنان كلها أو بعض أكو، حتى بعض أسنان ممكن تفقد واحد أو اثنين يصير عندك مخارج الحروف مخربطة. أهم شيء نحصل على أنه المريض يطلع من عندك راضي ومرتاح كلش على الشغل اللي اشتغلته أنت. لو نلاحظ هنا عندك الأبعاد النورمال والأب نورمال، لو تلاحظ أنت عندك هذا بدون دينتشرز، هاي بالدينتشرز، لو تلاحظ لي شلون هذه المناطق هذه شلون كلها بدأت ترجع الشكل الصحيح، حتى من فوق حتى الوجه يعني بدأ ينشد، هذه مع الدينتشر وبدون الدينتشر. نجي هسه على الكومبليت دينتشرز كومبوزيد اوف، يعني مكونات للكومبليت دينتشرز او طقم الاسنان. صار ساعه نحكي عنه شنو مكوناته. يتكون لي من اولا على البيزل سيرفيس، او ما اسميها ممكن اسميها الامبريشن سيرفيس او تيشو سيرفيس. ليش؟ لان هذه راح شلون تقعد على التشو، يعني تقعد على التشو
بشكل مباشر يصير عنده بيها كونتاكت ويا التشو بشكل كلش مباشر اللي راح يرتكز لي عليها ذات ريست اون فونديشن تشو الانسجه يعني الانسجه الرئيسيه او الاساسيه للتركيب مال الاورال كافيتي بصوره عامه وراح تنطيني سبورت للدينشر تدعمه وراح تربط لي يعني راح تربط لي الاسنان بي تمام راح تدعم الدينشر تشل بي بشكل كلش يعني قوي. نجي على الاوكلوجر سيرفيس هو the portion of the denture that make contact with the antagonist يعني الاوكلوجر سيرفيس هي يعني سطح الاطباقي اللي راح يسوي لي اتصال بين مثلا فك وفك يعني الجهة المقابلة للفك مثلا ماكسيلاري يعني مانديبيلار مو هاي لما تسد حلقك يعني تتصل الاسنان يعني يصير بها كونتاكت بيناتهن هي هذا. البوليش سيرفيس جزء من الدينشار راح يمتد لي منين يمتد من الاوكلوجر دايركشن باتجاه البوردرز مال الدينشارز يعني باتجاه الاوكلوجن ويعني من البوردر مال الدينشار العفو باتجاه الاوكلوجن ويضم لي البلاتاين سيرفيس كما انه الجزء القاعدي من الدينشار دائما امبولش يعني دائما الجزء القاعدي لو تتذكرون لما اشتغلنا بالمختبرات انه دائما الجزء القاعدي بلغنا الدكتور انه ما نسوي عليها اي بوليش اي يعني ما نشتغل بها اي شيء لان هي اصلا من قاعها هي اصلا امبولش. كلمة بوليش يعني شلون مثلا صقل يعني فتشي مسقول يعني تحس ملمسة ناعم هيج. واللينجوال سيرفيس هنا ذني من قاحنا مبولشة ما عدا احنا لما اشتغلنا بس الشيء الخارجي اشتغلنا. هسا نجي على الدينشر بوردرز اللي الدينشر بوردر هو مارجن مالت القاعدة قاعدة مال الدينشر بيزل اللي راح تكون عنده تقاطع مالت السيرفيس البولي سيرفيس والبيزل سيرفيس هي هاي المنطقة. الدينشر فلانج هو الجزء من الدينشر بيزل اللي يمتد لي من السيرفايكال اند مال الاسنان الى حد الدينشر بوردرز تمام. هسه لو نجي نلاحظ انه عندي هنا مثلا انا قلت اول شيء اخذنا البيزل سيرفيس هو هذا البيزل سيرفيس لو تلاحظ شلون انه راح يرتبط لي مع الاسنان مع التشو بشكل مباشر وقلنا لو تلاحظ عليه هو مبولش يعني مسقول من قاع. عندي الاوكلوجال مثلا الاوكلوجال هذا السطح الاطباقي هذا بين سن وسن هذا 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 ويا هذا يعتبر الاوكلوجن سيرفيس. عندك البوليش سيرفيس هذا كله بوليش سيرفيس هذا كله يعني احنا نسوي له بوليش سيرفيس قلنا تقريبا البوليش سيرفيس يمتد لي منين من البوردر مالت الدينشارز هذه البوردر مالت الدينشارز الى حد وين الى حد الاوكلوجن الاوكلوجن سيرفيس الى حد هنا يعني تقريبا هذا البولي سيرفيس من هنا حد هنا يمتد لي. بعدين اخذنا شنو قلنا الدينشر بوردرز هو هذا الدينشر بوردرز هي هاي الحدود النهائيه للدينشرز هاي. وبعدين عندك الدينشر فلانج هذا الفلانج الدينشر فلانج هي هذا اللي قلنا تمتد لي منين من البوردر مال الدينشر الى حد السيرفايكال مال السن هاي اسميها فلانج الى حد السيرفايكال هذه اسميها فلانج الى حد الاوكلوجن لا هذا راح تصير بولي سيرفيس. تقريبا هذا خلاص الليكتشر الاول كل ما يتعلق بالدينشر اخذنا بداية تعريفنا للبروس شنو الدينشر شنو ريموفابل وشنو ثابت ان شاء الله يكون الشرح واضح وان شاء الله وصلتكم الفكرة.